بشار أرسن مستقر مع فريق تقريبا يعتبر نموذج إيجابي للمحتر. نموذج إيجابي أو من أحسن منقول أحسن لاعب بالفريق من أحسن اللاعبين المتواجدين خاصة في مركزه حاليا بالعراق. لاعب هادئ، لاعب مهاري، لاعب الكرة برجلة سلسة، يعني دائما ما يصنع الأهداف، دائما ما يحاور اللاعبين. بشار ينافس على جائزة الأفضل، أفضل لاعب في آسيا، ويلعب مع فريق كبير نادي بيروز، يعني من الفرق الممتازة على مستوى آسيا، وأكيد إن شاء الله نشوفه بطل آسيا في المباراة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نشوفه على طاري بطل آسيا، شوف إن شاء الله بأحسن فريق بأوروبا. انسرقت جائزة أفضل لاعب بآسيا 2007 من العراق. اي صح، مال يونس محمود كان يستحقها هذيك الفتره، لان كان هو هداف الدوري القطري سنتين متتاليه، وهداف ابطال اسيا مناصفه مع ياسر القحطاني، وحاصل على بطوله كاس اسيا. كان من المفروض ان يونس محمود يكون افضل لاعب اسيا، بس ما تعرف ايش يحصل وراء الكواليس. الكواليس هي اللي دائما تحسم. وكان حاصل على اربع بطولات، خمس بطولات، دوري قطري، كاس الامير، كاس ولي العهد، وكاس اسيا، اربع بطولات، وهداف الدوري القطري، وهداف ابطال اسيا مناصفته. بعد شو يسوي؟ يعني بعد شو يسوي؟ يعني مع احتراماتنا لياسر قحطان لاعب ممتاز، لاعب جيد، بس مثل كان اوكي ماخذ الدوري السعودي وماخذ مثل كاس ولي الامير، كاس امير السعوديه، بس ما ماخذ كاس اسيا. صح، هنا يكون الترتيب. سرقت من يونس اعتبرها، حتى يونس بذاك الوقت تتكلم وهو وصار الضجة إعلامية كبيرة، بس ما تعرف ممكن بشار الآن يعوض ويأخذ أفضل لاعب. أكيد نتمنى شرف الشرف أنك عراقي لاعب من عندنا يكون أفضل لاعب بآسيا، وحتى ذا كان يعني من الاتحاد الآسيوي أفضل لاعب آسيا بغير مكان، أكيد بشار لسه عندنا إحنا كعراقيين، يعني أفضل لاعب إن شاء الله يكون. الصورة الأخرى